منذ أكثر من سنتين وقرى ريف تلتمر شمال شرق سوريا تعايش واقعا صعبا مع القصف شبه اليومي للاحتلال التركي وفصائله الإرهابية، إلا أن وتيرة القصف اشتدت في الأيام الماضية بعد تهديد رئيس النظام التركي رجب أردوغان شن هجوم عسكري جديد في المنطقة. قصف تراه قوات سوريا الديمقراطية استكمالا لما بدأه النظام التركي منذ أعوام مع بداية احتلاله مدنا سورية، يستهدف به ضرب الاستقرار في المنطقة، كما يتخذ دور المدنيين وأراضيهم الزراعية هدفا له، ولا يدخر جهدا لترهيبهم وإخراجهم منها. الانتهاكات التي يمارسها النظام التركي وفصائله الإرهابية في المناطق المحتلة تتقاطع بفظاعاتها مع ما حدث قبل أكثر من قرن، عندما تعرض المسيحيون بجميع قومياتهم لإبادة جماعية من قبل الدولة العثمانية التي يحاول أردوغان إحياءها من جديد. كمان قرن سنرى مجازر سيفو التي قامت بها دولة الاحتلال التركي والسلطنة العثمانية بحق شعبنا، وقتل الملايين من النساء والأطفال وكبار السن وتهجيرهم من جنوب تركيا وإخراجنا ومحاولة طمس هويتنا وثقافتنا، وأيضا مجازر السيميلة بال 1933، ونراه مؤخرا في سوريا عندما دعمت دولة الاحتلال التركي تنظيم داعش الإرهابي باجتياحه لحوض الخابور وناحية تلتمر عام 2015. تهديدات النظام التركي الأخيرة التي ترافقت بقصف شديد على ريف تلتمر قوبلت برفض الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع خريف عام 2019، ولا سيما روسيا التي سيرت دوريات على خطوط التماس وهو ما عدته قسد تطورا إيجابيا، إلا أنها طالبتها رفقة المجتمع الدولي لممارسة الضغط على أنقرة لإيقاف انتهاكاتها بحق المنطقة وسكانها. نرى تسيير الدوريات الجوية والبرية من قبل القوات المسلحة الروسية وأيضا التحالف الدولي بإيجابية، وتعطي التماس لوقفهم بجانب الرفض لأي هجوم عسكري جديد من قبل المحتل التركي، ولكن بنفس الوقت نعطي المسؤولية الكبيرة عليهم وعلى المجتمع الدولي لتطبيق أفعالهم وتصريحاتهم على أرض الواقع بوقف هذه الانتهاكات التي تؤدي بحياة المدنيين وتحاول ضرب البنية التحتية بشكل عام للمنطقة. الهجمات التركية على ريف تلتمر تتشابه بأهدافها مع ما تعرضت له القرى الآشورية عام 2015 على يد تنظيم داعش الإرهابي الذي نكل بأهلها واتخذهم رهائن لديهم وهجرهم من أرضهم التاريخية. القوة الظلامية اللي أسسها أردوغان وعوان أردوغان هن كانوا سبب بتهجير الشعب الآشوري بال 2015، وعم يتكرر بال 2019 و 2020 و 2022 نفس السيناريو عم يتم بتهجير الشعب الآشوري. هذا ودأب النظام التركي بالتلويح بالهجمات العسكرية على مناطق شمال وشرق سوريا منذ احتلاله مدينتي رأس العين وتل أبيض وأجزاء من ريفهما في تشرين أول أكتوبر عام 2019، وسط صمت دولي عن ممارساته في المنطقة التي تصل وفق مراقبين إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.